تودع سيدتي اليوم بين إيديك أبرز 9 ألوان عصرية بتشكل اللوحة الرئيسية لمجموعات شتاء 2019، فتابعي معنا لتختاري الألوان الأنسب إليك من مودة الشتاء. البني الكامل هو دافي وشتوي وشفناه عند كالفين كلاين وكلوي. الأحمر الكرزي هو رمز الأناقة المثالية وظهر أنثوي عند بوتيغا فينيتا، أوسكار دي لا رينتا وجيفانشي. الأزرق، هالدرجة من الأزرق هي لون شعار جميع الشبكات الاجتماعية وهي بترمز للتكنولوجيا والمستقبل، وشفناها عن ستيلا ماكارتني، مارني وبرابال جورونغ. الفوشيا ما زال واحد من الألوان المفضلة عند المصممين، وشفناه خلال عرض أولا جونسون وكذلك عند فالنتينو. البنفسجي الباستيل وشفناه على عارضات أكني ستوديوز، جوتشي وميو ميو. البرتقالي هو لون حيوي وشفناه عند لانفان، موسكينو وبرادا. الأصفر هو من الألوان الأكثر رواجاً لشتاء 2019 وبرز بقوة عند بالنسياغا ومايكل كورس. الرمادي البارد هو الأسود الجديد والعصري لهالعام وهو مثالي بمختلف الأوقات ورصدناه عند لوي فيتون وألكسندر وانغ. الفضي هو مفعم باللمعان وبيلفت أنظار الجميع، وتألقت عارضات ألبرتا فيريتي، جورجيو أرماني وبالمان بهاللون.